قائمة منتظرة تلك التي أعلن عنها مدرب المنتخب الجزائري وحيد حلل زيد في مؤتمر صحفي، ولم تعرف مفاجآت كبيرة باستثناء لاعب ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز الذي اعتبره إضافة للفريق. منذ 3 أشهر ونحن في اتصال مع هذا اللاعب ونتابع أداءه في الفريق الذي ينشط فيه. هذا اللاعب لديه إمكانية تفيد المجموعة، أما أن يكون في القائمة الأساسية فالأمر سابق لأوانه. فيما يبقى مصير نبيل غلاس لاعب FC بورتو البرتغالي مجهولا بسبب الإصابة التي يعاني منها. فيما يتعلق بنبيل غلاس فلا نعرف إن كان سيبقى ضمن القائمة أم لا، فهذا متوقف على مدى تعافيه من الإصابة مع نتيجة متابعة الفريق الطبي له. 4 حراس مرمى، 10 مدافعين، 8 لاعبي وسط ميدان، إضافة إلى 8 مهاجمين، قائمة لم تضم سوى 5 لاعبين محليين، إلى أن المدرب حلل زيت يراهن بإمكان هذه المجموعة تخطي أقوى المنافسين خلال الدور الأول من نهائيات كأس العالم. نحن نطلب من هذا المنتخب التأهل إلى الدور الثاني، ويجب أن يكون هناك تفاؤل فهو حق مشروع. وحيد حلل زيت لم يحسم في أمر رحيله وترك الجدل القائم حول الموضوع إلى ما بعد المونديال. حسين بوصالح، بي إن سبورتس، الجزائر.